اسقاط نظام الملالي نهاية الحروب والارهاب في الشرق الاوسط. ندوة نظمتها في العاصمة الفرنسية باريس لجنة التضامن العربي الاسلامي مع المقاومة الايرانية بهدف تسليط الضوء على اساس الارهاب ومنبع الطائفية والفوضى. ألا وهو نظام الملالي الذي يسعى بكل السبل لتصدير الثورة تنفيذا لوصية الخميني وبالتالي خلق الحروب وتهديد أمن المنطقة والعالم أجمع من سلب استراتيجية النظام الإيراني التدخل في بلدان المنطقة لهذا السبب نحن نقول اليوم نحن وإخواننا العرب والمختصين من بلدان الغربية والسياسيون من بلدان الغربية نحن نريد أن نقول أه اطردوا إيران نظام الإيراني من المنطقة نحن نحاول أن نجعل حرس السوري على قائمة الإرهاب نحن نحاول ترد حرس السوري من المنطقة وهذا مقدمة وهذا يدل أن النظام الإيراني إن شاء الله سيسقط قريباً المشاركون اكدوا ان الحضاره العربيه والفارسيه متداخله ولكن ايديولوجيه نظام الملالي تقوم على العداء للشعوب العربيه وزرع الفوضى والطائفيه والتفرقه بين العرب نظام الملاله اصبح مو بس عدو الشعوب الشعب الايراني والشعوب الايرانيه بس اصبح عدو لشعوب الدول الجوار اقليميه والعالم النظام الملالي في طهران هو راس الافعى هو من يقوم بتصدير الإرهاب هو من يقوم بتمويل الإرهاب هو من يقوم بدعم الإرهاب فبالتالي رسالتنا إلى العالم ورسالتنا للمؤتمر من خلال كلمتنا اليوم اللي ألقيناها في الحقيقة هي إسقاط نظام الملالي في طهران سرطان نظام الملالي يشكل خطرا وجوديا متزايدا على العديد من دول المنطقه في سوريا ولبنان واليمن والعراق وقد ازهقت ملايين الارواح بسبب هذا النظام الدموي الذي باسقاطه ستنتهي الحروب والارهاب اسقاط نظام الملالي نهايه الحروب والارهاب في المنطقه. عنوان لخص معاناه سنوات طويله من الحروب والارهاب والفكر المتطرف. معاناه بات العالم اليوم اكثر من اي وقت مضى بحاجه الى وضع حد لها. خالد الخالد الاخباريه باريس.